السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي احنا في جولة ارض القمح وقت طرد السنابل، ولينا اصابة دلوقتي. ده الصدى الاصفر اهو، اظن واضح للاخوة. احنا دلوقتي الصبح الساعة 9:15، بنمشي ايدنا على الورقة تظهر الصفار اللي في الايد. هحاول اروح في منطقة شمس عشان تظهر اكتر. ده اسمه الصدى البرتقاني كمان، مش الصدى الاصفر. هما الاتنين شبه بعض. لسه في طبعا لسه في شبورة على الورقة. احنا ده واضح زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، ده بخلاف نقص العناصر. اهو جينا في الشمس اهوت، لان المنطقة اللي فاتت كانت ضلة، وهنا في الشمس اهيت برضه نفس النظام اهي. مش ايدك تظهر الصدى، حاول يكون صبعك نظيف برضه عشان تتأكد أكتر وأكتر. فأول ما تشوف الإصابة كده، لأن الإصابة دي بتزيد يوم عن التاني، بتنتشر مع الشبورة والرطوبة العالية، بتبدأ تنتشر. والشتاء زي بتاع أول امبارح كده، بتاع يوم اللي يوم الخميس اللي فات. يوم الأربعاء تبدأ تظهر الإصابة اهيت زي ما احنا شايفين. عفوا الفيديو كان فصل، فرجعنا تاني اهوت، تلاقي الإصابة اهي. طبعا التوم لازم يترش، التوم اللي زي ده لازم التوم يترش اهي. ده الصدى اهو، عشان الناس تبقى واخدة بالها اهو. نعمل فوكس عليها ايدك على الورقة، تلاقي طلع صفار، ايدك صفرت. انما نقص العناصر تلاقي صفار في طرف الورقة من فوق، الطرف ده تلاقي اصفر كده، هنا اصفر او العود كله اصفر على حسب شدة الاصابع. ده نقص العناصر بسبب ان الارض غرقت او المية ركنت في الارض، بيحصل اصفرار. ودي بقى اهيت فيها صدى كتير اهي. في الارض دي هتتعامل بموبيل التلت زي ما قلنا 25% وتترش. بمعدل 200 سنتي للفدان، وممكن تستغل وتخلط معاه اي نوع بوتاسيوم، ويفضل يكون بوتاسيوم سترات عشان ايه النفاذية، ويكون ايه يخش في الارض كويس. في بورة اصابة جديدة اهي في بالصدى، راح نشوفها مع بعض اهو. واحنا بنرش الارض دلوقتي يا ريس يا باشا، بداية الإصابة، بداية الإصابة بالصدى اهي. إصابة شديدة بالصدى، الأرض لازم تترش مرتين بعد الإصابة الشديدة دي. تترش مثلا زي النهاردة الجمعة، والجمعة الجاية لازم تتعيد على الإصابة، لأن الإصابة جديدة.
العصابة دي ظهرت في ظرف 3 أيام بالظبط تحت الغلف. العصابة بالصلاة لازم نخلي بالنا من النقط ديت، كافح الصدى طبعا بتضيف التريت، ولو في مادة لزقة ونشرة يبقى احسن، عشان الجو الهواء اللي بيظهر فجأة كده، احنا كنا جايين نرش مكانش فيه هواء، ظهر الجو الهواء، فلازم تكون مهم من نفسك بترش مادة نشرة ولزقة عشان تثبت المبيدة على النبات كويس. تحس في هواء في امطار، يكون الهواء يكون المبيد متثبت كويس على الورق. دي مظهر الصباوات مع بعض. طبعا لو في توم مزروع على جسور الارض لازم يترش. صباح الفل والسعادة من يوميات مهندس زراعي، معكم مهندس زراعي محمد رجب. طبعا احنا النهاردة بنكافح الصدى بالقمح، وهيبان لكم في الفيديو دلوقتي. احنا ماشيين مع بعض اهوت في المحصل، كنا بنرش القمح دلوقتي. الناس كلها بترش القمح اهو، هنبين لكم في الفيديو دلوقتي ايه طريقة رش القمح والمعدلات والمبيد اللي لازم يترش. طريقة التعرف على الصدى عن طريق الصور والفيديو برضه.